السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي المتابعين في قناة معهد البشير لتحفيظ القرآن الكريم. في اليوم الأمس حفظوا طلابنا الأعزاء خمس أسماء من أسماء الله الحسنى، واليوم حفظوا أيضا خمس أسماء إضافية. هيا نرددهم سوية يا أطفال. أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى. هو الله. هو الله. هو الله. هو الله. الرحمن. 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 الرحيم. 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 الملك. 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 القدوس. 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 السلام. 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 المؤمن. 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 المهيمن. 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 العزيز. 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 الجبار. 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 المتكبر. 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 أحسنتم يا أطفال. والآن سنكرم طلابنا الأعزاء الذين ختموا خمس أسماء فقط. يوم البارحة ما حسنوا يختموا خمس أسماء، اليوم سنكرمهم لتكريمهم على حفظهم أسماء الله الحسنى. نبدأ بالطالب نور. هيا نبدأ بتكريم الطلاب الذين حفظوا خمس أسماء. أولهم نور الدين أبطيني. أي لون تريد يا نور الدين؟ خذها يا نور الدين. الطالب الثاني أحمد نصر الله. أي لون تريد يا أحمد؟ أحسنت يا أحمد. الطالب الذي بعده محمد حكام. أي لون تريد يا محمد؟ أصفر. أصفر. أعطيه هذه محمد حكام. أحسنت يا محمد. الطالب الذي بعده عبد الملك تسئيل. متى تريد أي لون؟ أحمر. أحمر. أعطيه اللون الأحمر عبد الملك تسئيل. أحسنت يا عبد الملك. الطالب الذي بعده أحمد معاز. أحمد معاز أي لون تريد؟ أخضر. أحسنت يا أحمد. طيب الطالب الذي بعده وليد حلي. أي لون تريد يا وليد؟ أحمر. أحمر. أحسنت يا وليد. طيب الطالب الذي بعده جمال سيدو. أي لون تريد يا جمال؟ برتقالي. برتقالي. أعطيه اللون البرتقالي. أحسنت يا جمال. طيب الطالب الذي بعده حسام مراشي. أي لون تريد يا حسام؟ أخضر. أحسنت يا حسام. الطالب الذي بعده سيرين شاهين. أي لون تريدين يا سيرين؟ أي لون؟ ما اسم هذا اللون؟ برتقالي. برتقالي. أحسنت يا سيرين، برافو. الطالب الذي بعده ريان تتنجي. أي لون تريدين يا ريان؟ أحمر. أحمر أيضا. أعطي هذا لريان. أحسنت يا ريان، بارك الله فيك يا ريان. الطالب الأخير اليوم محمد قطان. أي لون تريد يا محمد؟ قل لي اسم هذا اللون، ما اسم هذا اللون؟ أحمر. أحمر. طبعا ما لا يوجد أحمر مع الأسف، ولكن البرتقالي قريب جدا من اللون الأحمر. أعطي لمحمد قطان. أحسن. نقول للطلاب الذين حفظوا خمس أسماء بركة 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 الله فيكم وبنا وبنا لكم قصر في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.